بسال فهد يا ابو بعد اذنك يا استاذ عبد الله. فهد الشباب الان كل واحد يحاول يسحب الشاشه، في اخطاء كثيره قاعد تصير منهم، منادات المخرج باسمه، النظر الى الكاميرا، ايش الاخطاء اللي قاعد تتكرر من الشباب اللي هذه اخطاء بدائيه، تكرار احداث صارت في برامج سابقه. احسن هذه اخطاء بدائيه يا ابو عبد الله، ولا يهونون الربع، اتمنى انه يكون التعامل معها تعامل صالح. والله جميل عشان ما نفقد الواقعيه. الميزه مثلا كانت في عهد مثلا الشباب في زيد رصيدك 3-4 كان في واقعيه بحته، كان المتسابق لا يستطيع النظر للكاميرا. انا اقترح على ابو عبد الله اقتراح، الذي تستقرئ او تشك فيه انه يبحث عن شو اقتله في مهده، لا تنوله ما يريد. احيانا ليش ما تخلي العقوبات على نوعين؟ اسمعني، عقوبه على الهواء وعقوبه تكون تحت الهواء. الله، يعني مثلا سعود اخطا وانا ادري ان سعود يبي شو ويبي حدث، انا اسحبه وعاقبه تحت الهواء مع السلامه. واعتقد كنت تسوون هذه السياسه ولا بقول شيء. اول شيء يا سعود، وهذا ترى انت بعد مسؤول عنه، استخني مسؤول عنه، بينكم كريستيانات ما كملتوها، ما لها دخل. لا المشكله الرئيسيه انت ثاني الحين انا وجه، لا انت حطيتها علي في ملعبي. لا اي ملعبكم انتم، المفروض كنتم تكملون كل حاجه في الشباب عشان نقدر ان ناخذ منهم فينيبي، عشان الحلال العصر يجلسون برا. طيب يجلسون برا يتجمعون 18 واحد فقرنا اكمل. اول شيء انت كمل الكريشنات كلها بعدين تعال حسب هذا النقطه، عشان نقول لنا وفي عبين منصفين. نزل السبعة طلعهم، طلع السبعة، هذا طلع السبعة، حس ان حيصير فيه متنفس. والله حتى شوي السبعة، ها شوي السبعة بس ما خلص، المفروض 10 عشان يضبط الموضوع مع الثلاثة اللي هربوا. زانت احنا بنرجع المحور الاول، خلنا في محورنا يا ابو طلال. اي عشان اقول فيابيتي، عشان تزبط انت فيابيتي والشباب والاشياء هذه، انت حط قاعده درجات. انا وش كنت اسوي مثلا مع الشباب؟ مع كنت اطقنا مع علي والله كان يطقنا. كنت تعال يا حبيبي علي، انت جيت ها وحطيت عندك موضوع انك تكلمت، عنده رصيد حافي احصم منه خلاص، اقول تاك محصوم منك. يستخدمونها الشرطة. اي درجات. تعال طيب عبد الله الراجح، ابو طلال سؤال، هل عبد الله الراجح يريد الناصر الغامدي يستنسخ تجربته؟ لا، كل ما طرحنا محور عبد الله الراجح يرجع الى تجاربه السابقه. انا بقول شيء، يقول كنا نسوي وكنا نفعل، وكانك تريد ناصر الغامدي يطرح نفس الافكار اللي كان يطرح عبد الله او يستنسخها. عند سؤال الحين، انت ما تجربه الكوره ان حبناها من الدور؟ طيب موجوده هذه الافكار يا استاذ عبد الله، في رسيد خفي يخصم من المسابقين. تسالني انت ولا جات؟ لا انا اعطيك اراء، لانك انت قاعد تعيد نفس المحور في دائره طيب مفرغه. طبعا انا اقول موجوده هذه الفكره، في رصيد خفي موجود وفي ارصده تخصم منهم. اجاوب؟ تفضل. حلو، اول شيء انا احكي عن الشيء الصح اللي شفناه. انت تبي تاخذ تجربتي وتحطها قدامك، حبها، ما تبي تاخذها في موضوع حياتك انت. التجربه اللي نسويها كنا ناخذ الشباب ونحصم عليهم ونعلمهم ان في حصم عندك كذا. الشاب بيصير بكره ما انحصمت عليه انا، عبي ما يقدر يناظر الكاميرا. ما يقدر كذا، وبعدين انا كيف كنت اتعامل معه؟ كنت اتعامل معه انه ما حصم عليه، اقول اني حصمت عليه 150، حيصير في بعده انه 150 هذه حصمت عليه. هم خاص عاشوا موضوع عبد الله، كلامك في وجهه نظر. لا فهد بعلق دقيقه، انت ناقد زين، والمفترض تعرف جميع خلفيات وحيثيات الامور في القناه. معلق في غرف المتسابقين قائمه الخصومات، من ضمنها النظر الى الكاميرا. حلو، ألف ولا لا يا ابو عيسى؟ هو يقصد ابو طلال وشو؟ إيه لما اذكر كل شوي، كل ربع ساعه نص ساعه اخليه هوبس. علي علي موجوده في غرفته، اخليه معلقه. انا اخير انا اصير زي الحلم عليه. عمي زي الجثوم، تاج عصي سعود. والله فهمك ابو طلال، عبينا هو اشتعل معنا نفس التجربه حبيبي. يعني التجربة، انا ما اجي انا حصمت عليك وعلمتك اني انا حصمت عليك صح؟ ايه. انت خاص حتعيش الخوف هذا، زي الحين حزام الامان عندنا، كنا نبعين ما كنا نلبس حزام امان. كلامك في روح. يوم نزلت علينا محاذفتين ثلاث اربع، كلامك في روح. طيب بس خلاص، السؤال وش كان السؤال؟ في نقطة، السؤال وش كان؟ في نقطة ما ابغى افوتها. كلامك في روح، بس في نقطة، هل تعلم من بعض المتسابقين يجي يقول اخصم عادي؟
اطبع هذه بالمسألة. المشكلة يا ابو اطلع خلاص اذا كانوا كلهم مستهترين اطبع. السؤال وش كان؟ اذا كانوا كلهم مستهترين اطبع 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 طيب. انا ابيك تستهتر ها عشان تطبع تدري ليش؟ طيب. انت سؤال اللي تعاقب ها يوم يوم تعاقب من اللي يحبها؟ من فلوسك من برنامج طبعت انت من اللي يبقى؟ حيبقى واحد حيفوز واحد صح. في مسابقة اللي يفوز هذا هو اللي يستحق طيب. يفوز بس مدرسة النقل